تنبيه، الاختبار اللي حتشوفوه هدفه نشر التوعية ومش التسلية، فيرجع عدم تجربته في المنزل لأنه ممكن يشكل خطر على سلامتكم. بحلقة اليوم بدي أعمل اختبار فرجيكم قديش ممكن تكون بطارية 9 فولت خطيرة لو وضعتوها مع أغراض تانية واصلة لشحنة كهربائية. عندي هون سيفة رجلة كل الناس بتستخدمها، لنفرض انكم وضعتوها بنفس الجرور اللي فيه بطارية 9 فولت. رح حاول خلي البطارية تلمسها وشوفوا شو حيصير. مثل ما شايفين النتيجة ممكن تشتعل وتتحول لحريق وتشعل أو تشعل المنزل كله. عم حاول بعد البطارية حتى ما تجي حرارة كمان، لأنه ما بيسوى كمان تنفجر إذا إجا حرارة فبتزيد المصيبة مصيبة. مثل ما شايفين بعدها مشتعلة، عشان هيك لازم تنتبهوا جيدا لما تتعاملوا مع بطارية 9 فولت. ما لازم تحطوها وين ما كان، لازم تخزنوها بعلبة خاصة بالبطاريات او باي علبة بلاستيكية صغيرة بحجمها بتعزلها عن اي غرض ممكن يوصل لشحنة كهربائية. بتمنى هالحلقة تكون فادتكم. لمشاهدة المزيد اضغطوا الرابط ادناه او فتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كلمة واحدة. ما تنسوا الاشتراك والشير والانضمام لفريق إيهاب بلانيت الرسمي على الفيسبوك. الى اللقاء.